كان العديد من المناضلين المغاربة، ومن بينهم بطبيعة الحال الطلبة الصحراويون المنخرطون في حركة 23 مارس ومنظمة إلى الأمام ولنخدم الشعب، يؤمنون بخلق ما يسمى بالبؤر الثورية التي لن تكتفي فقط بتحرير الصحراء من الإسبان، بل ستزحف كأنوية ثورية متحركة على خطى سير مسطرة التي قطعها المناضل تشي غيفارا ورفيقه كاسترو من الجنوب نحو الشمال لتحرير الشعب المغربي من ربقة ما كانت تصفه أدبيات الحركة الماركسية لينينية في المغرب بالنظام الرجعي الاستبدادي. في هذا السياق سيظهر شاب ثوري مشتعل بأفكار حماسية ولهي بأحلام الثورة، اسمه الولي مصطفى السيد. من يكون هذا الشاب الثائر؟ وهل كان بالفعل يحمل فكرا انفصاليا؟ وكيف كانت معارضته السياسية لنظام الحسن الثاني؟ وكيف كانت نهايته المأساوية؟ بداية، الولي مصطفى السيد تصفه الأدبيات التاريخية أنه شاب صحراوي بجسد نحيف يتقد حماسا نضاليا، ازداد ببر الحلو عام 1948 زمن النكبة، لم يحمل أي فكر انفصالي منذ تدرجه في المرحلة التعليمية الأولى بالمدرسة الأصيلة المحضرة، واستقر بطنطان عام 1958، وكان معروفا بميولاته التحررية منذ صغره. انتقل الوالي الذي ينحدر من أبوين بسيطين وفقيرين إلى مراكش لإتمام دراسته الثانوية، ثم إلى الرباط لإتمام دراسته الجامعية، حيث انخرط في صفوف الحركة الماركسية اللينينية المغربية بجامعة محمد الخامس سنة 1970، وأصبح مناضلا في صفوف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب أطيم في زمن هيمنة اليسار الجذري على الساحة الجامعية. نشر مقالات في مجلة أنفاس في ديسمبر 1972 ويناير 1973، العددين 7 و8، لا يدافع فيه سوى عن تحرير الصحراء المغربية من الاستعمار الإسباني، ملحا على ضرورة تحرير الأقاليم الجنوبية قبل الذهاب إلى فلسطين. وقد رفع بهذا الصدد مذكرة سياسية عام 1973 بما يسمى بالبؤرة الثورية إلى حزب الاتحاد الوطني للقوة الشعبية، والتقى بالعديد من زعماء المعارضة على رأسهم علال الفاسي، عبد الرحيم بوعبيد، علي يعسى، والفقيه البصري وآخرون. وقد قال الفقيه البصري عن الوالي: كانت له روح المبادرة والاقتحام وتحمل المسؤولية، وكان يناقش تحت مسؤوليته ويتحمل نتائج أفكاره واختياراته. وشخصيا أعتقد أننا نحن الذين ضيعنا الوالي وضيعنا عددا من أمثاله، فقد جاء إلينا وظل يطوف على الزعماء والقادة، وجاءنا إلى الخارج، وهذه قصة أخرى. إن الحقائق التاريخية لا تسقط بالتقادم رغم محاولات القفز عليها بالزانة على العديد من الوقائع في سياق محلي وإقليمي ودولي ملتبس، لجعل انطلاق عملية تحرير الأقاليم الجنوبية في المغرب تبدأ من عام 1973 وإعلان محطة 1976 كانطلاق حركة ناطقة باسم الشعب الصحراوي ومدافعة عن حق تقرير المصير. يعتبر الولي مصطفى السيد من أبرز قادة المؤسسين لجبهة البوليساريو، كان وحدويا في فكره ولم يكن يدعو إلى الانفصال،
حسب شهادة محمد اليازغي، وأن التغيير الذي حدث في موقف جبهة البوليزاريو والتي كانت تناهض الاستعمار الإسباني لم يحدث سوى في مؤتمر 1975 بضغط من الجزائر، وأن تتحول وأن يتحول موقف مصطفى السيد الذي جاء بعد تعرضه لسوء معاملة من طرف بلده المغرب والذي أساء مسؤوله معاملته بشكل كبير، وأيضا ضحية الجزائر التي استغلته استغلالا بشعا. يذكر أن السيد مصطفى الوالي قتل في ظروف مشبوهة، حيث كان يقود هجوما على مدينة نواكشوط العاصمة الموريتانية في يونيو 1976، فقد قاد هجوما على نواكشوط لكنه قتل في كمين قبل الوصول إليها. ويتحدث بعض رفاقه عن وشاية من المخابرات الجزائرية التي كانت تريد التخلص منه نظرا لمواقفه ولكونه يحول دون توجهها لاستعمال واستغلال جبهة البوليزاريو لأهداف جيو استراتيجية في خلق كيان هش بالمنطقة يكون أداة سهلة وطيعة في يد الجزائر والمستعمرة على السواء. المصادر التاريخية لسيرة الوالي مصطفى السيد تبرز وجود مؤامرة ذهب ضحيتها الوالي مصطفى السيد، حيث إنه كان مقررا أن يقود قيادي آخر في الجبهة الهجوم على نواكشوط، غير أن هذا الأخير تظاهر بالمرض ليقوم الوالي بالمهمة التي لقي حتفه فيها. وهذا يبين حجم المؤامرة التي حيكت خيوطها بأحكام ضد الوالي مصطفى السيد، غير أن رفاقا آخرون للوالي يشككون في رواية مقتله في موريتانيا في الهجوم المذكور، ويلمحون إلى أن الوالي ربما قتل في مكان آخر وظروف أخرى. إن الحقيقة الثابتة في التاريخ هي الجغرافيا. تلك كانت حكمة بسمارك قائد بروسيا وموحد ألمانيا، لكن في الصحراء حيث يمكن للمرء أن يموت بالعطش أو بالسيل، فإن سراب الصحراء يخفي الكثير من معالم الجغرافيا التي تصبح بدورها متحركة مع تحرك الرمال، كما هي تحولات جبهة البوليزاريو السياسية وما ينطبق على بداية نشأتها كحركة تحرير لا كحركة انفصال، قبل أن تتجاذبها رياح الأطراف المتنافسة نحو الهيمنة بالمنطقة والدول ذات الحنين الاستعماري لتصبح دمية طيعة في يد جنرالات العسكر الجزائري ومن والاهم في الهيمنة والسيطرة على الأقاليم الجنوبية المغربية وعلى الصحراء المغربية. كان معكم عبد الله الثورة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.